هو ان الدكتور علي عبد العال اللي اتكلم في الكلمتين ورئيس الصين اتكلم ورحب بالرئيس الصيني وقال له ان احنا لازم نعمل استثمارات بين مصر وبين الصين ولازم نزود الاستثمارات الصينيه جوه مصر ولازم نزود حجم التعامل التجاري بين البلدين. رد عليه الرئيس الصيني وقال له ده اللي انا جاي عشانه وانا جاي عشان اعمل كده وعملنا عشان الاتفاقيه زي ما سبق قلت وان شاء الله باذن الله هيبدا تنفيذ الاتفاقيات المصريه الصينيه بدايه من الايام اللي جايه ان شاء الله. طيب ايه دور مجلس النواب في تفعيل الاتفاقيات دي او دعم البلاد الكبيره اللي زي دي البلاد الاستثماريه الكبيره اللي زي دي لازم يكون في اي بلد تروح تضخ فيها اموال لازم يكون فيها استقرار سياسي. وجود البرلمان المصري واستقرار البرلمان المصري فده انديكيت او علامه على ان البلد دي مستقره سياسيا. هو مش هيجي يستثمر عندك الا لما يبقى انت مستقر سياسيا وامنيا. فان هو اطمن جدا في وجود البرلمان ولكن ده هو الخطوه الرئيسيه اللي دفعتنا ان احنا نيجي ونعمل استثمار.